اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم اليوم بها تفاصيل هوايه وترندات صعدت بمواقع التواصل الاجتماعي. هواية راح نحكي بترند صعد بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. راح يكون اول خبر ويانا هو عن المنتخب العراقي وراح نحكي لكم تفاصيل الخبر. تناولت مواقع التواصل الاجتماعي صوره تبين وصول المنتخب الوطني إلى الدوحة لمواجهة المنتخب اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. عندنا صورة للمنتخب الوطني ووصوله إلى الدوحة ضمن تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. هذه صورة المنتخب وهو يصل إلى الدوحة. طبعاً ننوه لمشاهدينا أن التصفيات كأس العالم تعرض حصراً على قناة الرابعة ومنصاتها المحلية. وبمناسبة هذا الخبر رح نحكي لكم تفاصيل أخرى عن المنتخب الوطني. خليل البلوشي هو من يعلق على مباريات العراق ولبنان. خليل البلوشي كان إلى فيديو قصير على منصات أو على السوشيال ميديا لقناة الرابعة. خلونا نشوف تعليق خليل البلوشي على لعبة العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مرحبا وسهلا بكم جميعا. المرة اللي طافت كان المفروض أني أعلق على مباراة العراق وإيران للعبة الثانية في الدوحة على قناة الرابعة العراقية، لكن لظروف ما تمكنت أعلق على المباراة. اليوم ولله الحمد الأخوان في قناة الرابعة وفي قناة الكاس توصلوا لاتفاق إن شاء الله، وراح أكون معلق على مباراة العراق ولبنان يوم الخميس القادم إن شاء الله عبر قناة الرابعة العراقية. طبعا البث راح يكون للعراق فقط داخل العراق، الأخوان اللي برا العراق ما راح يتمكنون من مشاهدة المباراة بسبب حقوق النقل الخاصة بالاتحاد الآسيوي. ألف تحية وشكر لكل كل الشكر والتحية أيضا لإخواني في قناة الرابعة على مجهوداتهم اللي بذلوها وإصرارهم أني أنا أكون موجود وألتقي بالجمهور العراقي. الأولى ما ثبتت لكن الثانية ثبتت. احنا همينا نشكرك لين راح تكون معلق للعبة العراق ولبنان يوم الخميس. طبعا احنا نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني واكيد قلوبنا وياكم وان شاء الله تحققون وتجيبون الفوز في هذه المباراة. راح ننتقل لخبر اخر من بعد خليل البلوشي وتفاصيل لعبة العراق و لبنان يوم الخميس. رح ننتقل لخبر تناولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس صورا لاحتفالات باليوم الوطني داخل البلاد. طبعا اللقطات اللي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي كانت جميلة جدا وكانت في ساحة التحرير والاحتفالات، هذه الاحتفالات التي شهدتها بغداد يوم أمس لاحتفالات باليوم الوطني ويوم الاستقلال الوطني العراقي. الاحتفالات جميلة، هذه الفرحة اللي نشوفها بالصور جميلة جدا، وأكيد إحنا نفرح بوجود هذه الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني أو يوم الاستقلال العراقي. طبعا نروح، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في أحد دول الخليج. طبعا هذا المقطع الفيديو اللي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي لطفلة بعد غياب عن المدرسة وبعد هذه الكورونا وما شهدناه بهذه السنوات الأخيرة. الأطفال أو الطلاب ابتعدوا عن المدرسة بسبب الحجر والحظر وغيرها من هذه التفاصيل. بعودة المدرسة بوحدة من الدول الخليج شفنا طفلة بين باب مدرسة سوت حركات وكانت الفرح عندها أو نسبة الفرح موجود بهذه الطفلة أو بهذه الطالبة توصف أنه هي كانت باشتياق لمدرستها. خلونا نشوف الفيديو والفيديو اللي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الطفلة الفرحانة بعودتها للمدرسة. باي باي يلا مع السلامة. هي بنت قدام المدرسة المديرة هتطرد الخصم، مو وقته دحين. يلا يا بابا الناس يلا مع السلامة. مو وقته دحين قدام المدرسة، امشي يا شيخة. يلا مع السلامة يا شيخة.
هذا الفيديو اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الطفلة أثناء عودتها للمدرسة بعد غياب. كانت الرقصة جميلة ورقصات التيك توك كلها رقصتها بهذا الفيديو اللطيف البسيط. طبعا الفيديو اللي صورها والدها لها أمام باب المدرسة، تخيلوا مدى الفرح عند هذه الطفلة بعد عودتها للمدرسة. رح أقرأ لكم تفاصيل الخبر. يبدو أن اشتياق هذه الطالبة للمدرسة بعد انتهاء العطلة الصيفية وما رافق هذه الفترة من ظروف حالة بين الأطفال والدوام الحضوري في المدارس بسبب تداعيات جائحة كورونا، جعل الفرحة بالعودة للدراسة تظهر بوضوح عليها، فقد احتفلت بطريقة يملها الفرح والسرور بمجرد وصولها إلى باب المدرسة. خلينا نشوف الفيديو مرة ثانية. يا بنت لا، قدام المدرسة المديرة هتطرد الخص مو وقته ده. يلا يا بابا الناس يلا مع السلامة. مو وقته ده قدام المدرسة، امشي يا شيخة. يلا مع يا شيخة. هذه الصورة أو هذا الفيديو اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الطفلة. احنا نتمنى لطلابنا الأعزاء عاما دراسيا موفقا مليا بالنجاح والتوفيق. نروح لخبر ثاني. الخبر الثاني، صابر الرباعي ليس صابرا. راح تقولوا لي شنو تفاصيل هذا الخبر يا هيلين؟ راح احكي لكم تفاصيل الخبر. حقيقه كشفها الفنان التونسي صابر الرباعي فاجأ جمهوره ومتابعيه، حيث ان اسم صابر ليس اسمه الحقيقي وانما اسمه الحقيقي هو بركات. ففي لقاء اجراه الرباعي او صابر الرباعي مع الاعلاميه وفاء الكيلاني، كشف فيه معلومات كثيره عن حياته الشخصيه وعن اسمه وكثير حقائق ثانية عنه وعن حياته الشخصية. وقال الفنان التونسي بعد حمل والدتي فيه، قالت أنها لا ترغب في إنجابي، فكانت ترى أن الطفل الخامس زيادة ويشكل عبء معنوي عليها، فهي تعبت في تربية إخوتي، ففرق السن بيني وبين شقيقي الأكبر هي سنة وأشهر، فكانت تعتبر أني غلطة يجب تصليحها. طبعا هذا تفاصيل الخبر اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن صابر الرباعي الفنان التونسي. طبعا اسمه نال نصيب من عند او كلمه صابر او اسم صابر، فهو ممكن يصبر على الزمان والمتاعب لمده سنوات. هذا كان تفاصيل خبر صابر الرباعي. نروح لخبر اخر. في صدمة غريبة جدا وغريبة جدا، راح احكي لكم تفاصيل الخبر وراح اشرح لكم بالشاشة تفاصيل هذا الخبر. شاب مصري يفقد حياته في حادث مروري. قد يبدو الخبر ليس غريبا، وانما اكو غرابة بالموضوع واكو فتشي كلش غريب بالموضوع. رقم السيارة لهذا الشاب اللي توفى من صار الحادث هو، راح اقرا لكم رقمين، 92 و59. راح اشرح لكم تفاصيل الخبر. هذا الشاب صار يوم الحادث مالته بنفس هذه الارقام اللي موجوده على لوحه الارقام لسيارته. راح تقولوا لي شلون هو توفى هذا الشاب او صار الحادث الساعة بالتسعة، اللي هو هذا أول رقم، الساعة بالتسعة صار يوم الحادث أو صار وقت الحادث. طبعا وقت الحادث كان الساعة بالتسعة، وفي اليوم 25 يوم 25 ساعة بالتسعة شهر التاسع توفى هذا الشاب. كانت الأرقام لحادثة الوفاة التي سجلت بنفس أرقام لوحاته أو لوحة السيارة اللي صار بها الحادث لهذا الشاب. تخيلوا مدى غرابة هذا الموضوع. وهذه الصورة وهذه اللوحة لهذه السيارة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وسوت ضجة، أن الناس مستغربة من هذا الموضوع اللي صار، حيث انتشر الخبر في الكثير من الصفحات التواصل الاجتماعي لهذه المصادفة الغريبة، وأبدأ المعلقون باستغرابهم من هذه الصدفة العجيبة. نروح لخبر آخر. طبعا شر البلية ما يضحك. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين الذي يضرب عمان.
خلونا نشوف الفيديو وراح احكي لكم تفاصيل الخبر. الله تعالوا شباب تعالوا بلاش كياك روح روح دكتور روح تعالوا عند هذه بلاش كياك دكتور ساعة 5 ريالات اليوم بلاش فضيع فضيع المكان فضيع اليوم بلاش بعد يلا اللي من برا ثلاث ريالات هذه فرصة هذه فرصة يلا فرصة هذا الرجل الكبير على قارب مطاطي في حي سكني مرتديا ملابس سباحة ويدعو الشباب للانضمام إليه طبعا بإعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان هذا الرجل الكبير بيسن سوى فعالية طبعا كثير من الجهات نوهوا أنه هذا الإعصار يعني كبير وتبعاته همينة ممكن تكون خطرة فالناس لازم تدير بالها بس هذا الرجل الكبير مهتم لهذا الموضوع وما قدر يعني قدر يطلع بالبحر او بهذا الاعصار اللي صار بالمي اللي صار وبقارب مطاطي صغير ويدعو الشباب من حوله انه اذا تردون تعالوا كل واحد يسوي له قارب صغير له وجدفوا وياي رح اقرا لكم تفاصيل الخبر صدق المثل القائل شر البليه ما يضحك وجسده شيخ في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرجل وهو يركب قارب تجديف صغير ويمارس ما يشبه رياضه التجديف امام منزله على السيول التي خلفها اعصار شاهين خلونا نشوف الفيديو مره ثانيه نريد نشوف الفيديو مره ثانيه لهذا الرجل روح روح دكتور روح تعالوا عند هذه بلاش كياك دكتور ساعة 5 ريالات اليوم بلاش فضيع فضيع المكان فضيع اليوم مكان فضيع صدقوا تعالوا هذه الحارة بلاش بعد يلا اللي من برا ثلاث ريالات اليوم ثلاث ريالات هذه فرصة هذه فرصة يلا فرصة فرصة كمل لكم تفاصيل هذا الخبر ووثق مقطع الفيديو الرجل وهو يستمتع بالتجديف على قارب مطاطي في حي سكني مرتديا ملابس سباحة ويدعو الشباب للانضمام إليه ما دفع أحد المتابعين للتعليق قائلا يصنع من الليمونة شرابا حلوا في الوقت الذي تنهمر فيه الأخبار المحذرة من الإعصار المحذرة من الإعصار وتبعاته أيضا بنفس الخبر هذا الجانب الجيد أو المضحك أو الفكاهي بالإعصار أو بإعصار شاهين الذي ضرب عمان أكو جانب آخر وهو الجانب المؤلم راح نشوف فيديو مدة الفيديو لا تتعدى 16 ثانية يوضح الكارثة التي يمر بها شاطئ جعلان بسلطنة عمان حيث تفوق الآلاف من الأسماك بسبب حركة المد والجزر نتيجة الإعصار أو إعصار شاهين خلونا نشوف الفيديو للأسماك وما خلف إعصار شاهين هذا ما خلف إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان ومدة الفيديو قليلة جدا بس الكارثة اللي صايرة بهذا الفيديو كبيرة جدا يعني للأسف كان أكو جانب مضحك لهذا الرجل المسلم وهو يجدف بقارب مطاطي صغير لكن أكو جانب سيء ومؤلم لهذه الأسماك وهذه الثروة التي دمرها إعصار شاهين طبعا هذا كل ما موجود بمواقع التواصل الاجتماعي وكل الأخبار التي نشرت في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عامة الأخبار صعدت ترند كلها فيديو الطالبة أو الطفلة الطالبة هو اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي وده نشوف اليوم بكل الصفحات موجود وده ينشر ويحثون الطلاب العراقيين على حماسهم ويكون حماسهم مثل حماس هذه الطفلة ولعبة العراق ولبنان يوم الخميس والمعلق لهذه اللعبة هو خليل لبلوشي هذه كانت كل الأخبار وإعصار شاهين هو كان إلى جزء من برنامج كومنت نلتقيكم باكر بأخبار وترندات جديدة بمواقع التواصل الاجتماعي نلتقي غد